على الاثنين،
هي
الطرف الشمال والطرف اليمين زي بعض في الخواص، يعني لو دي مثلا دالة قطب لازم الطرف اليمين يبقى برضه دوال قطب، لو دي دالة ايفل يبقى برضه ايه؟ ايفل. لو هي بقى القطبة الايفل يبقى الاقي ميكس ما بين القطب الايفل في الطرف اليمين، ماشي كده؟ طيب لو اف اوف اكس دي فيها نوع مستمتع، اف اوف اكس خد او ايه من يا شباب، لو الداله اللي انت بتفكها او كلها مفكوك لا جندر فيها اي نوع مستمتع، سيمتر يعني ايه؟ يعني في تماثل، تماثل عندنا نوعين اللي هو ايه؟ يا اما حوالين نقطه الاصل يا اما حوالين محور واي. الداله اللي انت بتكون قد يا شباب، لو الداله ايه؟ أعمل دراسة حوالين خلاص بالشكل ده، أما هنا في من تبقى دراسة حوالين محور واحد. طيب بص هنا كده ده تعمل ده، لو الدالة دي قطب البي ان قلنا ايه؟ لا اما دايما دايما في سنت، لا اما قطب لا اما ايه؟ فاكرين؟ البي نقط البي اتنين البي اربعة كل دول ايه؟ بالظبط. هسيب الان ان زوجي يبقى هي كمان داله زوجيه، الان فردي يبقى هي كمان داله فرديه. طب لو اف بي سي دي داله اصلا قطب يبقى ايه رايك؟ حسب الان زوجيه، حسب الان. طيب لما الان تكون قطب دي فرد خلاص. بص كده خليك معايا نرجع مثال واحد لواحد لاف اوف اكس البي ان اوف اكس، الاقي بقى مع الفردي دي خلاص فرد صح؟ لو دي زوجي فرد فردي كم مثال واحد لواحد؟ صفر. يبقى ما فيش، يبقى كل المعاملات بتاع البي انات اللي هي الزوجيه كلها تبقى ايه؟ بصفار. في وجود بس الايه؟ في وجود بس الايه؟ المعاملات الفردية الزوجية خلاص ده، خلاص ده لو زوجي كم قلنا ايه؟ هيطلع فردي هيطلع بصفر. طب لو فردي زوجي هنطلع فردي فردي هيطلع زوجي هيديني اتنين تكامل، يبقى لها قيمة صح كده؟ يبقى الاف اوف اكس شكلها ايه بقى؟ مش هيبقى فيها غير الفردي بس ان قلت، يعني مفيش داعي خالص لحساب ايه؟ يعني هلاقي بس ايه؟ هلاقي في وجود البي واحد والبي واحد، في وجود الاي ثلاثة والبي ثلاثة وهكذا، فرد بس، مفيش داعي خالص لحساب ايه؟ لا الاي اثنين ولا الاي اربعة، ولو حسبتهم هيطلعوا اصفار. طيب الايهات دي هتحسبها ازاي بقى؟ احنا قلنا لو ده فردي هتبقى حاصل ضربهم دالة زوجية، وقلنا التكامل من سالب واحد لواحد دالة زوجية بايه؟ باثنين التكامل من صفر لواحد. يبقى ايه اللي ساعتها يبقى بكام؟ يبقى اشيل ده اهو، ده اهو احط مكان اثنين التكامل من صفر لواحد. فبتدي اثنين هنا كمان هتعمل ايه؟ هتروح معاها يبقى ايه؟ يبقى شكله ايه؟ هيبقى اثنين ان زي الواحد بايه يا شباب؟ التكامل بس من صفر لواحد ليه؟ الاف اوف اكس في البي ان دي اكس، لان هنا يعد ازاي؟ واحد وثلاثه وخمسه وسبعه وهكذا. طب لو العكس بقى، لو الاف اوف اكس دي داله زوجيه خلاص دي داله ايه؟ تكامل كده، دي داله زوجيه. لو الانات بقى ايه؟ فردي هيديك ايه يا باشمهندس؟ زوج وفردي هيديك ايه؟ فردي والتكامل هيطلع بايه؟ بصفر. يبقى مفيش وجود لايه؟ للانات للبي انات اللي هي الفرديه خالص. طب لو هي زوجي؟ يطلع زوجي في زوجي هيديني دالة زوجية، التكامل من سالب واحد لواحد الدالة الزوجية بتنين ايه؟ بتنين التكامل من صفر لواحد. يبقى الاف اوف اكس هكتبها هنا ازاي؟ عبارة عن سميشن اي ان للبي ان والان هنا ايه؟ اي من بس. يعني هحسب بس ايه؟ هحسب الاي نوت واحسب الاي اتنين واحسب الاي اربعة وهكذا. وده طبعا منطقي جدا، لان قلت دوت الطرف الشمال بيساوي الطرف اليمين،
لأي حكومة الإكس عوضت بيها رسالة واحد لواحد، وكمان لازم تبقى في الخصائص، ما ينفعش دالة فردية ولا في إيه الطرف دوت حاجة زوجة، بالعكس. مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ ممكن تجربوها بقى زي ما أنا حليت المسألة دي كده على الكود، مثلا الدالة بالشكل ده، ده سالب واحد ومثلا واحد، أو سالب تلاتة، خليها سالب تلاتة أو تلاتة، والفترة من سالب واحد لواحد. دي دالة قطب؟ أه ولا لأ؟ أيوه. أه قطب. ليه؟ لو ضربت الطرف اليمين في سالب هيديك الطرف إيه؟ الشمال، هيديك الطرف الشمال. طيب دالة زي دي مثلا أنا من سالب واحد لواحد برضه لازم من سالب واحد لواحد بس. دي مثلا سالب إكس ودي إكس. هي مودلس، تالتة مودلس عارفينها يعني. إيه رأيك دي دالة زوجية؟ أيوة دي دالة زوجية. لما تيجي بقى تحسب لها الفورير لاجندا هتلاقيها إيه؟ فجأة غير كلمات إيه؟ الإيه نقط والإيه اتنين والإيه أربعة والإيه واحد والإيه تلاتة هيطلعوا أكيد إيه؟ لازم نصفهم. مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ ولما أجي أكمل هكمل على إيه؟ هكمل على النص ده بس. أو هكمل من إيه لفين؟ من صفر لواحد. يعني هنا مثلا بالنسبة للمسألة دي هشيل إف في صفر مكانها كام؟ تلاتة. طب هنا بالنسبة للمسألة دي هشيل الإف في صفر مكانها إيه؟ إكس. إكس. طبعا المعيدين بقى هيحلوا لكم مسائل اكتر يعني، بس حبيت بس لو الفكره لان ما اتكلمناش عنها غير قوانين او اثبات القانون. ماشي كده؟ نبدا بقى في اسم ما كانش فيها سالب ان سكوير. ما كانش فيها سالب ان سكوير. يعني ما كانش فيها مش لو رقم عادي. ما كانش فيها اكس سكوير. كانت معادله جديده خالص، هي اسمها ايه بقى؟ معادله ايه؟ معادله الجسم. ايه هو الان؟ الان ده اللي هو الاوردر. الان ده يا شباب الاوردر بتاع المعادله. الاوردر. الاوردر ده منه حاجتين، انا عامل 20 دقيقة، لا اما يبقى زيرو او بالتجر على صفين يعني او صفر، لا اما يبقى فراكشن كسر. لو زيرو او بالتجر يا شباب المعادلة دي قلنا معادلة سكند اوردر يبقى لها حلين اندبندنت على بعض، والحل العام هو ايه؟ عبارة عن سالب في الحل الأول زائد سالب في الحل الثاني. طب الحل عبارة
زائد 7 وده طبعا ده اللي في اكس. دي مش معناها مضروبه في اكس، معناها ان هي ايه؟ ده اللي في اكس. امال ايه هو الان ده؟ ده الاوردر بتاع الشيء. دايما يكون 0 او ايه؟ او 1 او 2 او 3 او سالب 1 او سالب 2 او سالب 3 وهكذا. 0 او ايه؟ او كده. زائد 7 في داله ثانيه برضه بتاع الجسم اسمها الواي. زي ما خدنا برضه في الجندر في حاجه اسمها فيرست بوينت وفي حاجه اسمها ايه؟ سكند بوينت. فدي عباره عن ايه؟ عباره عن سكند بوينت بيسيف فانكشن. دي عباره عن ايه؟ فيرست بوينت بيسيف فانكشن. طب احنا هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل الفيرست بوينت ده اللي هنكمل بقيه المحاضره والمحاضره الجايه عليه. لون شيء ده اللي هو فراكشن. فراكشن ده نص سالب نص وربع او سالب ربع 3 على 2 سالب 5 على 2 كل ده ايه؟ اسمه فراكشن. طب الحد العام عباره عن ايه؟ عباره عن دالتين والدالتين من الفيرست بوينت. الدالتين من الفيرست بوينت اللي هي ايه؟ سي 1 في جي ان اوف اكس زائد سي 2 في جي سالب ان اوف اكس. مش كده يا شباب؟ يبقى لو فراكشن ده شكل الحل العام، لو زيرو او انتجر ده ايه؟ ده شكل الحل العام. يبقى اول حاجه اول ما تشوف معادله الطبيعيه ويقول لك هات الحل العام ليها، اول حاجه لازم نعرف هي شكليه بيسم ولا لا. لقيتها بيسم خلاص تعمل ايه؟ تطلع قيمه ال ان. على حسب قيمه ال ان تعرف ان كانت تبع الحاله دي ولا الحاله دي. عرفت؟ لان الحاله بتكتب شكل ايه؟ شكل الحل العام. هيديك الحل ايه؟ يبقى ده هو اللي سالب نص وده هو النص. نفس
يعني السالب ده يبقى سالب سي واي. تمام، انا ممكن اشيله احط مكانه سالب اسمه دي واي. فاهمني؟ ما دام فرق ثابت يبقى هو نفس الحل. ما دام فرق بين جي 3 وجي سالب 3 مجرد ثابت يبقى هما بالنسبه لي نفس ايه؟ نفس الحل. مفهوم يا شباب؟ طيب رقم ثلاثة، عندي في معادلة اسمها المعادلة البارامتر. ليسن فانكشن، ليسن ايكويشن، هي لسه تبع الحالة دي. ليه؟ مثلا بالشكل ده، مثال عليها مثلا لو عايزة اكس تربيع واي دبل داش زائد اكس واي داش زائد ماشي 9 اكس تربيع ناقص 4 في الواي يساوي 6. لو جالك معادله زي دي ويقول لك هل الحل اللي عندي هل المعادله دي بيصير؟ اه ولا لا؟ اسال اكس تربيع بيصير. يا جماعه بقول لكم اه ولا لا؟ لا 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 اه احنا هنخليها زي هي بتكون المعادله دي مش بيصير، مش بالشكل بيصير. ليه؟ لان لازم اعرف اكسبها بكام؟ هنا بواحد. طب لو ده بقى بالشكل دوت تتعامل معاها ازاي؟ لو ده بالشكل ده تتعامل معاها ازاي؟ اكس تربيع واي دوت داش زائد اكس واي داش زائد ايه تربيع اكس تربيع ناقص ايه تربيع في واي ده الشكل العام ده. اسمها ايه يا شباب؟ اسمها بارامتر بيس ديفرنشال ايكويشن. ايه بتقول عليها بارامتر؟ لو معاك اكس تربيع هنا عمل ايه؟ اتغير لاي رقم تاني هنا. هنا كام؟ الواحد بقى 9. طب بتتعامل معاها ازاي؟ بتتعامل معاها ازاي يا شباب؟ كل الحكايه هعمل ايه؟ هحاول اتخلص من ده. هقول ان بيت ان اليو هيساوي ايه؟ بحيث دوت يبقى ايه؟ شيل الخط وحط مكانه يو تربيع، هيبقى يو تربيع ناقص ان تربيع. بس المفروض دلوقتي اعمل ايه بقى؟ انا شلت الاكس وحطيت يو، يبقى لازم اغير كل المعادله لليو حتى التفاضل ما يبقاش بالنسبه للاكس يبقى بالنسبه لليو. فانت عندك ايه؟ اول حاجه عندك تفاضل الواي بالنسبه للاكس. عاملها ازاي يا شباب؟ عاملها تفاضل الواي بالنسبه لليو، وده اللي انا عايزاه في تفاضل اليو بالنسبه لاكس. الداتا شيت بتقول لي كده. طب تفاضل اليو بالنسبه لاكس بكام؟ اهي بكام؟ ايه بالظبط؟ يبقى شيل ده حط مكانه ايه؟ ايه دي واي باي دي واي. يبقى كده حولت اهو دوت هشيله احط مكانه ايه دي واي باي دي واي. لسه فاضل ايه؟ ده بالنسبه للاكس. تعرف ايه اساسا هو التفاضل؟ التفاضل الاول صح كده اللي هو دي واي باي دي اكس صح ولا ايه؟ طيب شيل بقى دي واي باي دي اكس وحط مكانها ده، يبقى عباره عن دي واي دي اكس الايه دي واي باي دي يو. الايه ده اصلا ثابت ممكن يخرج ايه؟ اه بره خالص. يبقى انا عايز افاضل ها ده بالنسبه للاكس. افاضل ازاي شو بالنسبه للاكس؟ تشيله من بره اللي هو ايه؟ افاضل بالنسبه لليو في تفاضل اليو بالنسبة لإكس بالظبط كده. طب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن التفاضل التاني لإيه؟ للواي بالنسبة لإيه؟ لليو. وده بكام؟ بإيه؟ وكان في هنا كمان إيه؟ إيه؟ يبقى في هنا إيه؟ إيه تربيع. آخر حاجة عاملها إيه بقى؟ أروح إيه؟ المعادلة كلها حولها لليو، هيبقى شكلها إيه؟ شكلها إيه؟ اسمها إيه؟ نجاة. طب شكلها إيه نجاة؟ حولها كلها لليو. أشيل إكس وأحط منها كام بقى؟ لا. يعني يعني إيه كل تربيع؟ يبقى يو تربيع على إيه تربيع؟ وأشيل بقى التفاضل الثاني لإكس وأحط مكانه إيه تربيع؟ التفاضل الثاني الواي بالنسبة لليو زائد اكس اللي هي يو على ايه؟ التفاضل الاول بكام؟ التفاضل لايه؟ دي يو على دي يو زائد يو تربيع ناقص يو تربيع في الواي. شكلها ايه بقى؟
ولا انتجر، وليكن مثلا اللي هي انتجر. خلاص اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يبقى الحل عبارة عن ايه؟ سي واحد جي ان بس فيو بالظبط كده، زائد سي اتنين في الواي ان وفي اليو برضه، هو يعرف اليو اللي انت هتاخده برضه؟ أكيد هو يبقى شيل كل اللي مكانها اي اكس، كل يو حط مكانها اي اكس. يبقى لو شفت حاجه زي كده هتعمل ايه؟ الان اعرفها منين؟ الان اجيبها منين؟ من الرقم ده عادي صح؟ اما بقى التغيير اللي هنا هيغير لي ايه في الحل؟ بدل كل اكس حط مكانها اي اكس. يبقى الان هيجيبه من الرقم ده عادي لانها كاني مش شايفه ده خالص. مش كده؟ واجيب الان. جبت الان تكتب الحل على حسب هو فراكشن ولا انتجر. عرفت خلاص ان هو فراكشن ولا انتجر، تعمل ايه؟ مش انت ممكن كل اكس وتحط مكانها اي اكس بالظبط كده. يبقى شيل ده وحط مكانه ده اي اكس وده اي اكس. يبقى لو عايز احل دي يا شباب هعمل ايه؟ اروح عليها من ده اعرف ايه؟ الان بنسية هعرف مين اللي ان عطيته باتنين صح؟ ان باتنين ده ايه؟ طالما انتجر يبقى تبع الحل. طيب دي استفاد منها ايه؟ ان انا احط 3 اكس تساوي شرقان؟ حد معاه ميه؟ عايز حاجه على جنب؟ عايز ميه. بص يا باشمهندس خد نفس عميق عميق قوي. بص هو ماشي Gracias.
الله 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 I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
بس بنروح كلنا بنروح بنشرب الهدوم كوزان دكتور يلا
الجمعة هتشيل الجمعية ولا كام؟ لسه بقى، عايزين نوصل لإيه؟ شيل سالب النص ليه؟ عايزين نوصل لإيه؟ الجهاز اللي ناوي الوظائف، طب نشوف. جوه نص كام يا شباب؟ نص الجذر بقى. لا لا اللي بعدها اللي بعدها. طب إيه؟ نص جذر بقى. نص جذر بقى. Thanks.
جهاز امتحان 2 على باي اكس في كوزين اكس وده اللي عايز ايه؟ ده المفروض الكتاب عندك بس هو القراءه مختلفه تماما. دي ابسط ميزه اللي انت عايزينه بقى. لو انت عايز لو عايز تسيب ده علوم الساين بنفس الطريقه بقى هتشيل السين وتحط مكانها نص هتاخد برضه دوت نفس دوت مشترك مع انه مش موجود. اول ترم كان نص موجب نص ولما تاخد ده مشترك كان في لكنا اكس جاتنا اكس وطبعا ما في الساين بيبدا باكس فهتلاقي المفروض الساين هي اكس خلاص اكس تكعيب عن طول 3 زائد اكس اس 5 عن طول 5 وهكذا تشيل المفروض ده تحط مكانه ايه؟ اللي هي الساين اكس ماشي ده؟ خلاص؟ تبدا ليه استخدامكم ولا تفضلوا كده وخلاص؟ هو اثباتات البطء اثباتات البيتا والجاما هيجي في الامتحان؟ بتيجي يعني في الامتحان؟ اللي هي الصور بتاعتها وازاي الصور بتيجي عن طريق التعليق معينه؟ لا الاثبات نفسه الاثبات نفسه ايه هو الاثبات نفسه؟ الاثبات هنا يا شباب هنا الحالة دي جي سالب واحد في الجامعة جي سالب واحد في الجامعة هيبقى سالب جي واحد وجي سالب ثلاثة في كام هيبقى سالب جي ثلاثة وهكذا أي حاجة ثانية أما الزاوية أما الزاوية جي سالب اثنين هو نفس جي اثنين جي سالب أربعة هو نفسه الجي 3 لازم تكون مضروبه في جي 3 يا اما اكس 3 يا اما اكس 3 لو مضروب اكس 3 يبقى
جي 5 جي 5 تربيع
يبقى ده برضه اكس في سين وده اكس في سالب ال وده اكس في سين زائد واحد وده اكس في سالب ال زائد واحد. نختار برضه الاثنين دول. والاوردر بتاع الجي زي بالظبط، الصلاه اللي بقى 6 زي
الواي
زي المسألة دي مثلا اكس تكعيب جي و اكس تكعيب جي و لو ده اكس بس كان يديني اكس جي واحد المسألة بتاعتي اكس تربيع بالظبط برافو عليك هقسمها ازاي الاكس تربيع دي تبقى اكس تربيع واخد منها الاكس اللي جي عامل زيها يبقى اكس جي بعد كده التكامل الحاصل بين الاثنين واحده منهم للرمي لها والثانيه اعرف اكملها اعرف اكملها يبقى اسمها باي بارتس ضرب باي بارتس اكس تربيع دي اعمل ايه افضلها يبقى 2 اكس والاكس زيرو اكملها كده اكس جي واحد وبعدين الموجب سالب والناتج التكامل ده عباره عن ايه؟ اكس تربيع في اكس تربيع حصل ضرب ده تكامل ايه؟ صح؟ يبقى اكس تربيع جي واحد ناقص 2 تكامل اكس تربيع جي واحد بالنسبه لاكس ده برضه ايه؟ اه الفرق بينهم واحد يبقى اكس تربيع جي واحد ناقص 2 اكس تربيع جي كام بقى؟ جي 2 زائد 0 في اي مشكلة؟ لو كده بقى نفس المسألة بس جي مو اوف 2 اكس هتفرق الأول واي حولها تكمل من واي وتعمل